بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 72 بعد 102. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد. لما ذكر الشيخ رحمه الله تفاوت ما بين مسميات ما في الجنة ومسميات ما في الدنيا من التفاوت الذي لا يعلمه إلا الله مع اتفاق الجنسين في الاسم والمعنى، توصل إلى النتيجة من ذلك، وهي وجوب تفاوت ما بين أسماء الله وصفاته وأسماء وصفات المخلوقين في الكيفية وإن اتفقت في الاسم والمعنى. فقال رحمه الله: فإذا كانت صفات ذلك المخلوق مع مشابهتها لصفات هذا المخلوق بينهما من التفاضل والتباين ما لا نعلمه في الدنيا ولا يمكن أن نعلمه، بل هو من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، فصفات الخالق عز وجل أولى أن يكون بينها وبين صفات المخلوق من التباين والتفاضل ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، وأن يكون هذا من التأويل الذي لا يعلمه أحد، بل منه ما يعلمه الراسخون في العلم، ومنه ما يعلمه الأنبياء والملائكة، ومنه ما لا يعلمه إلا الله، كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إن تفسير القرآن على 4 أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير تعلمه العلماء، تفسير لا يعلمه إلا الله، من ادعى علمه فهو كاذب. ولفظ التأويل في كلام السلف يراد به التفسير أو الحقيقة الموجودة في الخارج التي يؤول إليها، كما في قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله الآية. وأما استعمال التأويل بمعنى صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به أو متأخر أو لمطلق الدليل، فهذا اصطلاح بعض المتأخرين، ولم يكن في لفظ أحد من السلف ما يراد منه بالتأويل هذا المعنى. ثم لما شاع هذا بين المتأخرين صاروا يظنون أن هذا هو التأويل في قوله: وما يعلم تأويله إلا الله. ثم طائفة تقول: لا يعلمه إلا الله، وقالت طائفة: بل يعلمه الراسخون، وكلتا الطائفتين غالطة، فإن هذا لا حقيقة له، بل هو باطل، والله يعلم انتفاءه وأنه لم يرده، وهذا مثل تأويلات القرامطة الباطنية والجهمية وغيرهم من أهل الإلحاد والبدع، وتلك التأويلات باطلة والله لم يردها بكلامه، ولم يرده لا نقول إنه يعلم أنه مراده، فإن هذا كذب على الله عز وجل، والراسخون في العلم لا يقولون على الله تبارك وتعالى الكذب، وإن كنا مع ذلك قد علمنا بطريق خبر الله عز وجل عن نفسه، بل وبطريق الاعتبار أن لله المثل الأعلى، وأن الله يوصف بصفات الكمال، فهو موصوف بالحياة والعلم والقدرة، وهذه صفات كمال، والخالق أحق بها من المخلوق، فيمتنع أن يتصف المخلوق بصفات الكمال دون الخالق. ولولا أن هذه الأسماء والصفات تدل على معنى مشترك كلي يقتضي من المواطأة والموافقة والمشابهة ما به تفهم وتثبت هذه المعاني لله، لم نكن قد عرفنا عن الله شيئا، ولا صار في قلوبنا إيمان بها، ولا علم ولا محبة ولا معرفة ولا إرادة لدعائه وعبادته وسؤاله ومحبته وتعظيمه، فإن جميع هذه الأمور لا تكون إلا مع العلم، ولا يمكن العلم إلا بالإثبات لتلك المعاني التي فيها من الموافقة والمواطأة ما به حصل لنا ما حصل من العلم لما غاب عن شهودنا. ومن فهم هذه الحقائق الشريفة والقواعد الجليلة حصل له من العلم والمعرفة والتحقيق والتوحيد والإيمان، وانجاب عنه من الشبه والضلال والحيرة ما يصير به في هذا الباب من أفضل الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين،
ومن سادات أهل العلم والإيمان تبين له أن القول في بعض صفات الله كالقول في سائرها، وأن القول في صفاته كالقول في ذاته، وأن من أثبت صفة دون صفة مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مع مشاركة أحدهما الآخر فيما به نفاها كان متناقضا، فمن نفى النزول والاستواء أو الرضا والغضب أو العلم والقدرة أو اسم العليم أو القدير أو اسم الموجود فرارا بزعمه من تشبيه وتركيب وتجسيم، فإنه يلزمه فيما أثبته نظير ما لزمه نظير ما ألزمه لغيره فيما نفاه هو وأثبته المثبت. فكل ما يستدل به على نفي النزول والاستواء والرضا والغضب يمكن منازعه أن يستدل بنظيره على نفي الإرادة والسمع والبصر والقدرة والعلم، وكل ما يستدل به على نفي القدرة والعلم والسمع والبصر يمكن منازعه أن يستدل بنظيره على نفي العلم على نفي العليم والقدير والسميع والبصير، وكل ما يستدل به على نفي هذه يمكن منازعه أن يستدل به على نفي الموجود والواجب. ومن المعلوم بالضرورة أنه لا بد من موجود قديم واجب بنفسه يمتنع عليه العدم، فإن الموجود إما ممكن وإما ممكن ومحدث وإما واجب وقديم، والممكن المحدث لا يوجد إلا بواجب قديم والممكن المحدث لا يوجد إلا بواجب قديم. فإذا كان ما يستدل به على نفي الصفات الثابتة يستلزم نفي الوجود الواجب، يستلزم نفي الموجود الواجب القديم، ونفي ذلك يستلزم نفي الموجود مطلقا، علم أن من عطل شيئا من الصفات الثابتة بمثل هذا الدليل كان قوله مستلزما تعطيل الموجود المشهود. مثال ذلك أنه إذا قال النزول والاستواء ونحو ذلك من صفات الأجسام، فإنه لا يعقل النزول والاستواء إلا لجسم مركب، والله سبحانه منزه عن هذه اللوازم فيلزم تنزيهه عن الملزوم، أو قال هذه حادثة والحوادث لا تقوم إلا بجسم مركب. وكذلك إذا قال الرضا والغضب والفرح والمحبة ونحو ذلك هو من صفات الأجسام، فإنه يقال له وكذلك الإرادة والسمع والبصر والعلم والقدرة من صفات الأجسام، فإنا كما لا نعقل ما ينزل ويستوي ويغضب ويرضى إلا جسما، لم نعقل ما يسمع ويبصر ويريد ويعلم ويقدر إلا جسما. فإذا قيل سمعه ليس كسمعنا وبصره ليس كبصرنا وإرادته ليست كإرادتنا وكذلك علمه وقدرته، قيل له وكذلك رضاه ليس كرضانا وغضبه ليس كغضبنا وفرحه ليس كفرحنا ونزوله واستواؤه ليس كنزولنا واستوائنا. فإذا قال لا يعقل في الشاهد غضب إلا غليان دم القلب لطلب الانتقام ولا يعقل نزول إلا الانتقال والانتقال يقتضي تفريغ حيز وشغل آخر، فلو كان ينزل لم يبقى فوق العرش رب. قيل لا يعقل في الشاهد إرادة إلا ميل القلب إلى جلب ما يحتاج إليه وينفعه ويفتقر فيه إلى ما سواه ودفع ما يضره، والله سبحانه وتعالى كما أخبر عن نفسه المقدسة في حديثه الإلهي يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، فهو منزه عن الإرادة التي لا يعقل في الشاهد إلا هي. وكذلك السمع لا يعقل في الشاهد إلا بدخول صوت في الصماخ، وذلك لا يكون إلا في أجوف، والله سبحانه أحد صمد منزه عن مثل ذلك. بل وكذلك البصر والكلام لا يعقل في الشاهد إلا في محل أجوف، والله سبحانه أحد صمد منزه عن ذلك. قال ابن مسعود وابن عباس والحسن وسعيد بن جبير وخلق من السلف الصمد هو الذي لا جوف له، وقال آخرون هو الذي كمل في سؤدده، وكلا القولين حق، إلى أن قال الشيخ والمقصود هنا أن هذا الذي
أن هذا الذي فرض أن يجعل القديم موجودا وموصوفا بصفات الكمال لئلا يلزم ما ذكره من التشبيه والتجسيم، وجعل نفي هذا اللازم دليلا على نفي ما جعله ملزوما له، لزمه في آخر الأمر ما فر منه. وبهذا القدر نكتفي، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.